يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نحمدك اللهم حمد من أخلص النية لوجهك الكريم، ونشكرك شكر من اهتدى بطاعتك إلى صراطك المستقيم، ونشهد أن لا إله إلا الله اطمأنت قلوب العارفين بنوره واستأنست نفوسهم بمعرفته، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، احتفل المسلمون بذكرى الإسراء والمعراج، ودارت الأحاديث حول بيت المقدس والمسجد الأقصى، وربط الخطباء بين الإسراء والمعراج وبين قداسة المسجد الأقصى، بين مصيبة استلاب اليهود له من المسلمين، كما أنها تذكر المسلمين بالصلوات الخمس، تذكرهم بكثير من المحرمات التي جسدت أمام رسول الله وعقوبتها. يقول الله سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. رتب الله سبحانه هذا الوعيد على الترك: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وقد أضعناها، واتبعوا الشهوات وقد اتبعناها. ماذا يقول ربنا بعد ذلك؟ يقول رب العزة: فسوف يلقون غيا، سوف يلقون ضلالا، سوف يلقون تيها وتيها. هذا هو التيه الذي نقع فيه الآن، هذه المصائب التي نعاني منها تيه سلط علينا أراذل الأمم، استلبوا أرضنا ومزقوا حرماتنا واستلبوا عزتنا. هذا هو جزء من معنى قوله سبحانه: فسوف يلقون غيا. إذا أردنا أن نتخلص من هذا الغي، أردنا أن ننجو من هذا التيه، ماذا نصنع؟ ما هو السبيل الذي نسلكه؟ نفتح الباب بمفتاح الله، بالذي أمرنا به أن نقيم الصلاة وأن نقيم إسلامنا كما أمرنا الله. فإن فعلنا ذلك ألزم الله نفسه ذاته العلية سبحانه وتعالى بإعادة المقدسات لنا، والله يعيد لنا ديارنا. هكذا ألزم الله سبحانه وتعالى نفسه، يقول في كتابه: ووعد الله حق لا يتغير ولا يتبدل. ولكننا لا نتدبر ولا نفهم للأسف. يقول ربنا رب العزة: بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يبدل خوفكم أمنا، مش يبدل خوف أمن نبي عسكري ولا نبي ضابط ولا نبي نظام حكم معين، لا، إلجأ إلى الله، تب إلى الله، كن مع الله، يبدل الله سبحانه وتعالى خوفك أمنا. رب العزة يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. وعد من العزيز القهار: لنهلكن الظالمين. كل متجبر يسمع الآية هذه ويتدبرها، إذا كان عنده قلب، أنت رب العزة يقول بعزة، بلام التأكيد: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
ولكن يا أحباب، هذا الأمر لا يكون هكذا عشوائيا، ليس بالأماني والتمني والتسويف والخطب الرنانة، ولكن هذا لمن خاف مقامي وخاف وعيد. نشتكي الآن سبحان الله في هذه المرحلة، أجمل وأريح مرحلة مرت على إسرائيل في تاريخها النتن. مستريحين يهود. بالأمس مش عارف ما زال نتبع في أخبار فلسطين ولا المسجد الأقصى، والله خلاص انتهي الأمر. حتى أبنائنا في المدارس الآن، الجيل القادم هذا، لأن نصف الأطفال اللي عمره 6 7 8 سنين، إحنا على الأقل من بركات الأولين كانوا يقروا فينا هم القدس والقدس وفي الطابور الصباحي في كذا، فانشأنا نعرف وش معناها القدس وش معنى فلسطين. لكن الآن نسأل في الأطفال اللي عمرهم 10 11 سنة، ما يعرفهاش القدس مراحل، لأن انتهي الموضوع. إسرائيل مستريحة وأمورها تمام، ها 100 100. ليش بعد هذا التفرق والتشردم؟ وأنت تتكلم ونقول للإخوة المثقفين والدكاترة والناس المتعلمة، لازم تبينوا للناس كيف المخطط ساير، كيف هالتفرقة هذه اللي زرعوها بناتنا وبنات الأمة، كرهونا في بعضنا. بالله عليكم تو احنا الليبيين، ما زال في واحد يقول لإماراتي ما زال يقول يحب واحد، مع أن أنا دائما أقول لكم فرقوا بين الحكومات وبين الشعوب. راه احنا شعوب تربطنا كلمة التوحيد ويربطنا الإسلام والمحبة والأخوة في الله، لكن كرهونا في بعضنا، بل الأنكك حتى في البلد نفسها كرهونا في بعضنا، كل بتخطيط. هم يعرفوا التخطيط هذا كما فعلوا في أفغانستان وفي سوريا في العراق في الصومال، في الدول الإسلامية كلها نفس المسلسل والمخطط ما زال يتكرر إلى الآن. ويديروا لك السعودية بالأمس يا أحباب، مش عارف إذا تتابعوا، كان في اجتماع في عمان لاتحاد البرلمانات العربية، اتحاد البرلمانات العربية، يقروا في البيان الختامي. أصلاً هو الاجتماع من أجل القدس ومن أجل فلسطين، اللي أصبحت الآن للأسف قضية ليس لها معنى. عنده تكلم أي واحد الآن يقول لك بالله يخليني في الهم متاعي، ايش ندخلني فيها القدس أنا؟ شوفوا شوفوا لوين وصلنا. بس الشيء اللي يخليك سبحان الله يصيبك إحباط ودمار، نتفرج على الكلمة الختامية ومن باب التسلية فقط يعني. فقاعد يتكلم السيد رئيس البرلمان اللي هو من الأردن، ويتلو في الواحد دعم القضية الفلسطينية والخراف الزايد هذا. وصلوا في نقطة التطبيع، عدم التطبيع مع إسرائيل، ارفع المندوب السعودي يده، طلب الكلمة، وقفوا الكلمة وتكلم هو. قال هذه القضية التطبيع ليس من صلاحيات البرلمانات. شوفوا حشاكم التكعفيص. قال هذه التطبيع ليس من اختصاصات البرلمانات العربية، إنما هو اختصاص أصيل لحكومة على حدة، وكأننا نحن كل واحد عليه موالة. كيف؟ لا، قال تطبيع، كل دولة تبي تطبع ما أنا مش عملكمش علاقة أنتم. وناضل المندوب الإماراتي أيد الكلمة، بينما صار احتقان في باقي الدول الأخرى كلها للأسف، الحمد لله. لكن شوفوا بالعكس السعودية، يعني السعودية اللي هي قمة العالم الإسلامي، رمز الأمة الإسلامية، ليش السعوديين الآن يبوا التطبيع مع إسرائيل؟ أفهموني علاش؟ لأنهم يخافوا من إيران أكثر من خوفهم من إسرائيل. وليه؟ لأن أمريكا وإسرائيل مدايرين البعبع الإيراني لجماعة الخليج، أفهموها هذه، ضروري تفهموها يا شباب. يوم تقول يسلطوا عليك جماعة الحوثيين، والله يسلطوا عليك الإيرانيين، وتقعد أنت تعاني. وهذه هي القصة، يعني هو مستعد يطبع مع إسرائيل ويرضى بالذل والخور والمهانة، ولا إن هو يتواجد مع إيران. فهذه مأساة كبرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أحباب أهنئكم بالفتح، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفتح خير على أيديه، لكن أريد أن أوجه كلمة حق. قلت كانت الحرب دائرة هنا في طرابلس، وصاحب الحق يا أحباب لا يهادن ولا يتراجع ولا يستسلم. قول الحق اللي لينا واللي علينا. حفتر عندما جاء إلى طرابلس هنا ودار الدريعة، شن أول دريعة دارها؟ مجابهة الإرهاب والميليشيات، صحيح؟ صحيح ولا؟ هل هناك من يقول لا مش هذا العذر؟ هو العذر. الآن اللي صار بالأمس والتمويع لأهل طرابلس، وذكرونا أيام الحرب والناس مساكين أمس المساوين يعيطوا وصغار يعيطوا وسكروا الشوارع وما خلوا مداره. هل تعتقدون إن لو استمر هذا العبث إن هذه الحكومة ستنجح، ولا تقدروا تلوموا عليها تقولوا لا والله الحكومة فشلت؟ يهدوا على مؤسسات بالأول أمس الرقابة الإدارية هدوا عليها، بيلحموا بيحطوا مدير، خلينا مدير كويس الله أعلم حكومية ما نعرفوش. إحنا للأسف الشعب الليبي مغيب، للأسف ما يعرف شيء، يسمع والله فلان كلها في الإعلام وخلاص، لكن يجيبوا هادو يا شباب نكيل بمكيل، حتى احنا ما نكونوش عبثيين. الميليشيات هو ملن، نريد دولة، نريد جهاز مش عبثي هذا اللي نعرفه فقط. كل ليبي يبي بلاده الآن ويحب ويدعي الوطنية ما نبيش. واحد شن قال لي؟ قال لي يا شيخ بالله عليك أنت قبل أيام القدافي تقدر تخش على مدير مصرف، صح؟ قبل ما تقدرش تمشي يخاف منك يطلع لك المدير نفسه. باهي هل هذه دريعة بإني نخلي هالميليشيات هذه تستمر، والناس الأفاضل اللي حاربوا وجابه الباطل كلهم راهم سحبوا راهم؟ الأغلبية اللي عنده مبدأ وعنده قضية ويحارب من أجل بلده هذا سيب. من اللي قعد فيها؟ قعدوا فيها حشاكوا بالمردف، واللي يبي فلوس واللي يبي مرتب واللي يبي طواقة هم شبحتهم في السيارات. واللي أمس في جزيرة واحد نزلوا لواحد، أنا يحكي لي ابني يعني، نزلوا ضربوه طريحة بسيارة معتمة. وشو هذه دولة؟ هذه دولة؟ هو المخطط الآن الميليشيات هذه قاعدة موجودة، راه مش هستقيم الأمر. وانتوا يا أحباب المجتمع المدني لازم يكون عندكم دور. اللي عنده ابني قاعد، معليش أنا لست من أنصار إن نسيبوا الأمر للساسة، لا، لأن الساسة حشاكم كلهم، حتى هم مجرمين زي الميليشيات. هادو ميليشيات بالقوة وهادو كميليشيات الساسة، الدولة خنبة ودولار وفلوس، وهادو تخصصهم حماية، هادو فيه تعاون طبعا، تعاون وثيق. لكن يا أحباب الآن لكي لا يحق علينا القول بس، منجيش أنا نقول أنا ما نبيش العسكر يحكموا وبعتالي نجي نقول لا والله نرضى بالميليشيات واحد، لا هذا ما يستقيمش الأمر. لازم من حل هذا الوضع، لازم تكون دولة. ما تقوليش ما نبيش أجهزة، ما نبيش سيارات. أول ما نشبح السيارات هذا مش عارف شو مكتوب عليها، وهذه مش عارف شو، هذه حماية طرابلس وهذه حماية، وهذه حماية مش عارف شكون.
هذه مش دولة، نفس السيناريو. حتى العراق أنا كنت معهم، عندي أصحاب كتير ومشيت العراق كتير، نفس القصة. 60,000 جهاز أمني، معناتها ما فيش أمن، ما فيش دولة. يوم يجي يتكلم وزير الداخلية ويبي يفرض كلمة كل الشعب، تقول هذا الزلم، هذا مش عارف شني، هذا فاسد. يا أحباب يا أحباب، لازم من الوصول إلى حل لهذه المشكلات، لازم من التفكيك، لازم أن يكون في جيش موحد. مش جيش اللي يدعي هذا حفتر الأفاق يقول مثلاً جيش، لا، في عندنا عسكريين هنا شرفاء، ناس أفاضل خدموا البلد، وطنيين، يكونوا جيش للبلد ويحموها ويفضوا هالدوشة. مش نقعدوا احنا توا كل مصير قصة ونفرحوا ونقولوا آه الأمور تستقيم والحمد لله البلاد توحدت وآه اجتمعوا وقرروا، وفي النهاية يجي واحد من هالأفاقين هذا يدير لك مشكلة يخششها في بعضها. فهذا يا أحباب راهو ماهوش حل. أرجوكم أرجوكم وجه كلامي للعامة وللقنوات الإعلامية، يجب أن يكون هناك فيه برامج كيف الحل للتفكيك. هؤلاء الشباب اللي مليهمش مستقبل، يلقوا مستقبل في الميليشيات هذه، يخش يلا كأنه امبراطور خاش، كلها تخاف منه وكلها ترعش منه، يخطم بالسيارة لا ما تقدرش حتى توقف قدامه. ليه هو يحس كأنه حاكم البلد هو، منين مازال بيعبرك والله بيسيب نفس القصة، ما عادش يسيب البوبة هذه. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، واختم بالصالحات أعمالنا، توفنا وأنت راض عنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا فيما جرت به المقادير، يسر لنا كل أمر عسير. اللهم يا رب، من أراد بهذه البلاد خيرا وبلاد المسلمين فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذه البلاد سوءا وأراد بها شرا فاجعل دائرة السوء عليه. يا رب ازرع المحبة والرحمة والألفة في قلوبنا، وحد شملنا، وحد كلمتنا، اجمعنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولأرباب الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. قوموا إلى يرحمكم الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.